السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميع المتابعين جميع المشاهدين جميع المشتركين في قناة مهندس زراعي. معكم المهندس عمرو الحداد، بكالوريوس الهندسة الزراعية. النهاردة فيديو مختلف تماما، حلقة جديدة، حلقة غير كل الحلقات. النهاردة هنتكلم عن إزاي تعمل عملية إنبات لبذور أو نوى النخيل، وكيف تتم عملية الزراعة. تمام، فما تنساش انك تتابع الفيديو للنهايه، لان المعلومات كلها متركبه على بعضها، فحاول انك تطلع من الفيديو باكبر قدر ممكن من المعلومات. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان المعلومه ما توقفش عندك وتوصل لغيرك، ما تنساش تفعل الجرس عشان حاضر يصلك كل جديد في عالم الزراعه من قناه مهندس زراعي. تعالوا نبدا مع بعض حلقتنا. زي ما حضراتكم شايفين، كل اللي احنا بنحتاجه عشان نعمل عملية انبات لنوى النخيل او بذور النخيل قبل عملية الزراعة بنحتاج ايه؟ كل اللي احنا بنحتاجه، بنحتاج البذور نفسها او النوى نفسه، او ما يطلق عليه في بعض البلدان بيسمى بالفصى. زي ما حضراتكم شايفين، ده اللي احنا هنحتاجه، هنعمل له عملية انبات مباشر قبل عملية الزراعة. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ان احنا بنحتاج شوية مناديل صغيرين، تمام، عشان نعمل بيهم عملية الإنبات. الحاجة الثالثة بنحتاج علبة، لو مش متوفرة عندك علبة ممكن كيس، أيا كان الحاجة اللي أنت هتعمل بيها عملية الإنبات، أهم حاجة تكون محكمة الغلق. تمام، تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف إحنا هنعمل إيه. أول حاجة بنجيب المنديل زي ما حضراتكم شايفين، والعلبة أهو معانا، بنحط المنديل ده داخل العلبة. تمام، شايفين حضراتكم بنفس الطريقة دي، وبنعمل إيه؟ بنرش العلبة المنديل جوه. أهم حاجة لازم يكون رطب، يعني لازم يكون رطب بالماء، فاحنا هنرشه بالمية زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي الخطوة الأولى. وعلى فكرة الحاجة دي ممكن تعمل بيها إنبات لأي بذور في الدنيا عندك، أي بذور قبل ما تزرعها حاول تعمل الطريقة دي، هتعمل لك عملية إنبات، هتشوف نسبة النجاح ونسبة الفشل، فأنت كده هتضمن نسبة إنبات البذور بنسبة 100% بإذن الله تعالى. الحاجة الثانية إن إحنا بعد ما عملنا رطوبة تمام للمنديل داخل العلبة، بنجيب البذور بتاعتنا اللي هي نوى النخيل، وبنبتدي إن إحنا نحطه في العلبة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، نرصه بنفس الطريقة. أهم حاجة يكون في فواصل بين البذرة والتانية بنفس الطريقة كده زي ما حضراتكم شايفين. دي الخطوة الثانية. طيب الخطوة الثالثة بنعمل ايه؟ بنحط منديل اخر فوق البذور بتاعتنا عشان خاطر لازم اهم حاجة تتمثل نسبة رطوبة داخل العلبة. لو مفيش نسبة رطوبة تمام، ما بيبقى مفيش عندك نسبة انبات. طيب انا عشان خاطر تتوفر عندي نسبة الانبات محتاج ايه؟ محتاج رطوبة دايمة داخل العلبة. يعني في اي يوم تحاول انك كل يوم او اثنين كده تشوف العلبة بتاعتك، لو ما فيهاش مية تحاول انك ترش رشة خفيفة جدا بحيث تعمل رطوبة داخل العلبة. الحاجة الثانية ان احنا بنحط المنديل الثاني زي ما حضراتكم شايفين، وبنبتدي نرش مرة ثانية عشان خاطر يكون في نسبة رطوبة داخل العلبة بنفس الطريقة كده، وبنضغط ضغطة بسيطة جدا زي ما حضراتكم شايفين، وبنبتدي ان احنا نقفل العلبة بتاعتنا وبنحطها في مكان ظل وليس شمس، تحطها في مكان ظل في مكان رطوبة، وتسيبها لمدة من 7 ل 8 ايام او من 7 ل 10 ايام، وتحاول انك تتفقد العلبة بتاعتك كل حوالي 3 ايام تشوف، لو ما فيهاش رطوبة ما فيهاش مية تحاول انك تدي رشة بسيطة جدا جدا عشان خاطر تتمثل الرطوبة داخل العلبة عشان تساعد في عملية الانبات. احنا كده عملنا الخطوة الأولى، هنسيب حضراتكم أسبوع واحد بس ونرجع نكمل الفيديو مرة ثانية ونشوف هل في انبات زي ما احنا عملنا ولا ما فيش، هل نجحت نسبة الإنبات في بذور التمر أو نوى البلح زي ما حضراتكم شايفين أو نوى النخيل ولا ما نجحتش. هنسيب حضراتكم أسبوع واحد ونرجع مرة تانية. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، ورجعنا بعد أسبوع عشان خاطر نشوف البذور اللي احنا عملنا لها عملية إنبات هل هي نجحت ولا لا، هل هي نبتت ولا لا، هل حصل لها عملية إنبات وطلع فيها جذور ولا لا. تعالوا نشوف مع بعضينا، نفتح العلبة اللي احنا حطينا فيها البذور عشان خاطر نعمل لها عملية إنبات ونشوف الكلام ده حصل ولا ما حصلش. تعالوا نبدأ مع بعض. تمام، زي ما حضراتكم شايفين لسه المنديل في نسبة رطوبة، لأن احنا كل 3 أيام بنشوف المنديل فيه رطوبة ولا لا، لو ما فيهوش بنديله شوية مية صغيرين جدا بنرش عليه رش. تعالوا نفتح ونقول بسم الله ونشوف هل حصلت عملية الإنبات ولا ما حصلتش. زي ما حضراتكم شايفين أدي نوى النخيل اللي احنا زرعناه، اللي ما كانش فيه انبات واللي ما كانش فيه جذور، بالطريقه دي اصبح فيه انبات. احنا زرعنا
ست بذور، والحمد لله الستة حصل لهم عملية إنبات بنفس الطريقة. شايف ما شاء الله كده، بص الجذور، بص كده، ده مش هياخد معاك وقت انت وبتزرعه، لا هيطلع معاك بسرعه كده، انت ضمنت نسبه نجاح بنسبه 100%. بتشوف اللي نجح واللي فشل، اللي فشل بتطلعه واللي نجح بتزرعه، احسن ما انت تزرع على طول مباشر في التربه الزراعيه، ولا تزرع عندك في الاسس بتاعك وبالتالي البذور اللي عندك تفشل او ما تنجحش. فانت كده عملت عمليه انبات بنسبه 100%. طيب تعالوا نشوف الطريقه اللي احنا هنزرعها داخل الاسس بتاعنا. من المفروض ان انت لما تيجي تزرع النوى ده حاول انك تزرعه في المكان المستديم مباشر. يعني ايه في المكان المستديم؟ في الارض اللي انت هتفضل، طبعا النخل عمره ما هيتزرع في قصيص، ولا عمره ما هيتزرع في قصريه، ولا عمره ما هيتزرع في وعاء. فانت حاول عشان ما تعملش عمليه نقل والنخل يتعب معاك ويبقى فسيله والكلام ده كله، حاول انك تتلاشى هذه المواضيع. طيب تزرعه ازاي؟ تزرعه في الارض المستديمه مباشر، لكن احنا هنا هنزرعه في قصيص صغير عشان نشوف الطريقه اللي احنا هنزرع بيها فس او النوى النخيل. تعالوا نشوف زي ما حضراتكم شايفين، ادي قصيص. بنعمل ايه؟ خلي بالك ده اللي طالع ده جدر، مش ساق ولا نمو خضري ولا حاجه، ده جدر، تمام؟ بنحفر حفر بسيط جدا جدا، مش عميق، بيكون صغير، وبنحاول ان احنا نحط الفصة بتاعنا لتحت، تمام؟ عشان الجذور تطلع معانا لتحت، تمام؟ لان دي جذور زي ما احنا قلنا، ونحاول ان احنا نردم شويه تراب صغيرين، تمام؟ نجيب الثانيه ونزرع نفس الكلام بنفس الطريقه كده. لازم اللي هي منبته او النسبه الانبات ده او الجذور دي لازم تكون للاسفل بنفس الطريقه، ونحط عليها شويه تراب زي ما حضراتكم شايفين، ونحاول ان احنا نرويها بالميه زي ما احنا شايفين بنفس الطريقه. طبعا اول ريه لازم تكون ري غمر، اي نبات في الدنيا تزرعه لازم اول ريه تعمله تروي ري غمر زي ما حضراتكم شايفين كده. عرفنا ازاي نعمل انبات للبذور، ازاي نعمل انبات لنوى النخيل، ازاي نزرع نوى النخيل في القصيص عندك او في الارض الزراعيه. يفضل انك تزرعه في الارض الزراعيه مباشر زي ما حضراتكم شايفين. هي دي الطريقه اللي انت تعمل بيها انبات لاي بذور في الدنيا، انبات لاي ثمر في الدنيا، انبات لاي نبات في الدنيا بنفس الطريقه، مفيش شيء جديد. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، فلو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بسبسكرايب للقناة، ما تبخلش علينا بمشاركة للفيديو عشان المعلومة توصل لغيرك. فشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.